اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في ميعادنا ومعادكم النهارده في اولى حلقات برنامجكم صالون رودي. طبعا كلنا عارفين ان الجمال شيء اساسي كلنا بندور عليه، سواء ست او بنت، راجل او شاب. طبعا لازم نتكلم عن الجمال الحقيقي وهو جمال الروح قبل جمال الشكل. فطبعا كلنا عارفين ان دي حاجة اساسية قوي ان احنا نتكلم فيها، وان اي حد فينا هو جميل بطبيعته. وعشان جمالك ده يكمل معانا لازم يكمل بشياكتك. في صالون رودي هنساعدك ازاي تختاري لبسك والميك اب بتاعك. وزي ما عارفين ان جمالك يبدأ من جواكي، هنساعدك ازاي تكوني سعيدة. جمال السعادة سر الجمال. خلونا نرحب النهاردة بضيفتنا اللي هتكون مشرفانا طول الحلقة، شيف نيفين. اهلا بيكي شيف أهلا نيفين، بيك منورانا حبيبتي. النهاردة. الله يخليكي، منور بيكو كلكم. هتعملنا اكل ايه النهاردة شيف نيفين؟ النهاردة هعمل لكم أكلة سهلة وسريعة برضو، وكلها في أكلة واحدة، يعني كل المكونات هتبقى في أكلة واحدة. وهعمل لكم سلطة، وهعمل لكم فراخ بالصوص البني، شيش طاووق بالصوص البني. بالتوفيق ان شاء الله الله شيف نيفين، يخليك يا هسيبك حبيبتي. تجهزي اوكي وهنرجع لك تمام تاني. تمام اتفضلي. طبعا النهارده معانا اول فقره معانا، طبعا كلنا عارفين ان الشعر اساس تاج المراه وهو سر من اسرار جمالها. معانا ومعاكم النهارده خبيره الشعر استاذه عبيره من مجد. اهلا بيك استاذه اهلا عبير. بيك يا رود. استاذه عبير نورتينا النهارده طبعا ومشرفانا. اهلا بيك عايزين حبيبتي. نعرف من حضرتك النهارده، يعني كلمينا عن استاذه عبير بقى. اسمي عبير حماده ابو المجد، خبيره العنايه بالشعر. اتجهت للمجال ده لاني حباه، ولو انا حابه لو انا مش حباه مش هتقن فيه ومش هطلع فيه شغل بروفيشنال. طبعا يعني حضرتك اتجهتي، يعني ليه اخترتي برضه يعني العناية بالشعر؟ ليه حبيتي الموضوع؟ احكي لنا كده، ليه العناية بالشعر بالذات؟ ليه المجال ده اللي اخترتيه تكوني فيه؟ والله انا كنت مع اختي، كان بتفرد شعرها لان كان مموج شويه. طيب. الطريقه ما عجبتنيش، ان هي بتفرد الشعر ما عجبتنيش، حسيت ان هي بتدمره مش بتفرده مش بتعالجه. تمام. فبدات ابحث وادور على السوشيال ميديا، وبدات يعني ادور على الخبايا بتاع الموضوع، التكات الصح، الحاجة اللي تخليني ممكن أبقى بروفيشنال في الموضوع. تمام. أستاذة عبير، هل يعني لما بدأتي المجال ده أو حبيتيه، يعني اللي وصلك ليه إنك أنت أخدتي مثلا كورسات معينة، دراسات معينة مثلا خليتك، يعني البداية كانت إزاي معاكي؟ طبعا أخدت كورسات وحضرت ورش عمل كتير واتدربت كتير، يعني غير التدريب في الورش وفي الكورسات، لا اتدربت على يعني اقرب الناس ليا، اتدربت واشتغلت والحمد لله اجتهدت فيه وبيت بروفيشنال يعني. تمام. طبعا كتير مننا بيعاني من مشاكل الشعر، ابرز المشاكل اللي بتواجهك في شغلك او بالنسبه لانواع الشعر برضو، كلميني عن انواع الشعر دي اول حاجه ضروريه جدا ان احنا نكون طبعا عارفينها. وبرضو انا عايزه اعرف منك ايه المشاكل اللي بتواجهك، يعني ايه اصعب يعني انواع شعر بتقابلك؟ الأصعب الأنواع الشعر الخشابي، الشعر القطني. تمام. وفي حاجة كمان، لو الشعر ممكن يكون ناعم وطويل بيتشابك في بعضه، تمام. فده بتبقى مشكلة. طب دكتورة عبير، احنا محتاجين نعرف منك فنيات الشغل بقى، يعني طريقة الشغل بتبقى ازاي، يعني بتعملي ده ازاي؟ احنا دلوقتي على فكرة معانا المفروض فيديو عايزين نعرضه للدكتوره عبير معانا. بالظبط، عن طريقه كلمينا بقى يعني عن طريقه شغلك. تمام. الاول قبل اي حاجه لازم الشعر بيجهز. الاول في حاجه اسمها بنجهز الشعرايه. تمام. الصور للجلسه معاكم على الشاشه اهي. ايوه لازم نجهز الشعر قبل الجلسه.
ان الشعرايه بتكون نظيفه جدا. حلو. انا شايفه اهو. ان الشعرايه لازم تكون نظيفه. يعني ده دكتورة عبير معلش قول لنا بقى الشعر اللي كان معانا دلوقتي ده يعني نوعه ايه مثلا، وهل بيواجهك صعوبه فيه ولا ايه برضو تاني من الشعور اللي ممكن تبقى؟ ده شعر مموج متوسط. تمام بس مشكلته التقصيف والهياشين. حلو. والموجه. تمام. ده استخدمنا له البروتين. تمام. الشعر تمام. يعني دلوقتي طب حضرتك قول لنا هل انا دلوقتي بتعامل يعني مع الشعريه ازاي؟ يعني هل دلوقتي المفروض يكون في كل شعر ليه كبسه معينه مثلا؟ طبعا. اثناء البيبيليس ولا؟ طبعا لا. كل شعريه بتختلف في عدد الكبسات بتاعت البيبيليس. تمام. تمام. وليها درجه حراره معينه، كل شعريه وليها درجه حراره معينه. يعني ممكن يعني احنا ممكن كده نقول ان الكبسه زياده مثلا ممكن تحرق الشعريه، وحاجه اقل ممكن تديش النتيجه ما تديش النتيجه المطلوبه. تمام. طيب احنا بالنسبه ان احنا بنتكلم عن البروتين عايزين نوضح برضو ازاي نفرق بين منتج اصلي ومنتج غير اصلي، ازاي اعرف ده بدون طبعا ذكر اي اسامي منتجات، احنا عايزين بس نبقى فاهمين واحنا بنعمل ده. أيوة. عشان برضو ما نضرش نفسنا يعني. اول ما بنفتح لبوه بنشم ريحته، دي حاجه احنا بنكون طبعا متدربين عليها. تمام. الملمس بتاعه مجرد ما بيجي على ايدينا او الكلام ده كله بيبان في الملمس بتاعه. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف او نحدد انواع الجلسات اللي بتبقى مناسبه او بيحتاجها كل شعر، يعني بتحدديها على اساس ايه؟ يعني دلوقتي بيجي لك العميل مثلا اللي بيطلب حاجه معينه يعملها لشعره، بيبقى جاي لك عارف نوع شعره ولا برضو بتساعديه وبتبقي عارفه؟ وانواع بقى انا عايزه اعرف بقى الجلسات اللي احنا بنحددها بناء على ايه؟ وكل طبعا هي بتبقى جايه مش عارفه نوعيه شعرها ايه، فانا بفهمها طبعا هو محتاج ايه بالظبط. تمام. يعني بناء انا بشوف الشعرايه بناء عليه بقدر احدد هو محتاج ايه، سواء بروتين او بوتكس او فيلر. والله انا مش قادره اقول لكم بصراحه، يعني كمان ريحه الاكل كده معانا الشيفة بجد مش عارفه يعني. احنا اكيد النهارده هناكل اكل محترم ان شاء الله. هتاكلوا اكل زي الفل باذن الله. تسلم ايدك. تسلم ايدك. طيب دكتوره عبير عايزين نعرف الجلسات اللي احنا بنعملها للشعر دي، هل هي بتاثر ولا بتعالج مع الوقت يعني مع الاستمرار؟ وهل في مده بعمل يعني دايما انا يعني مده ايه قد ايه لكل شعرايه، قد ايه كل قد ايه انا اقدر اعمل الجلسات دي من غير ما اضر شعري؟ في شعور بتبقى مثلا اللي هي الشعور المجعده الافريقي. تمام. الشعور الصعبه دي بتبقى كل 6 شهور. الجذور الشعر بيطول ده افضل حاجه 6 شهور. بتيجي تعمل الجذور. طيب. احنا معانا فيديو يا دكتوره. دكتوره معلش اسفين حضرتك معانا بس احنا محتاجين نوضح ده بقى ايه. الشعر القطني اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. ده بيبقى صعب جدا، صعب جدا وحتى صعب التعامل معاه. تمام. يعني وشغله كتير بياخد وقت. يعني ده اصعب انواع الشعر اللي ممكن تقابلك مش كده؟ تمام. طيب في شعر تاني ممكن يقابلك برضو معاه صعوبات؟ طبعا زي حاجه ظاهره جديده. شعر خشابي، حاجه بتيجي في الشعر. ان الشعر بيبقى الشعر كويس بس. طيب. حاجه ظاهره بتيجي فيه من 15 شهر كده بص تلاقي الشعر بقى خشابي خلاص. ان هو لازم حتى يعني خلاص هو لازم يتعمل فرد. تمام. علشان نعالجه من ده. تمام. برضو انا عايزين نرجع برضو لكلامنا تاني، احنا قد ايه بنعمل الجلسات دي على حسب كل نوع شعر؟ طبعا. وهل بتاثر؟ تمام. هل بتاثر يعني تمام ولا بتديني فايده برضو مع الوقت؟ لا ولا؟ هي مش بتاثر بس بناء على العميله ان هي بتحافظ على شعرها ومجموعه العنايه اللي تمام. بتستخدمها. يعني برضو بيبقى في مجموعه عنايه يعني بعد الجلسات دي المفروض بتنصحي بيها. طبعا ده الصح عشان الاقي نتيجه برضو افضل. طبعا لانها افضل بتبقى خاليه من السلفات والاملاح فبتدي نتيجه اكتر. تمام. وبتديها ترطيب عالي. تمام. تمام. دكتوره عبير في حد بيساعد بقى دكتور عبير ولا دكتور عبير بتقوم بشغلها كله؟ في زميله ليا. تمام. هي من المغرب بس عايشه هنا في مصر. طبعا اكيد بلجا لها في الاوقات الصعبه. طيب. فبصراحه هي بتيجي بتنقذني في الاوقات دي. يعني هي لازم يعني بتلجئي لها برضو احيانا كده. اكيد طبعا. يعني برضو مش طول الوقت لازم اقوم بالشغل ده لوحدي. لا. طيب
احنا عايزين برضو منك اكتر الايام دي ايه اكتر حاله بتواجهك في الشعر، او من مشاكله، من ناس بتجيلك اكتر حاجه ايه مشاكل الشعر بتواجهك عامه بقى، بعيد عن الجلسات وبعيد عن التقصيف والهيشان والتشابك. دي ظاهره جديده وكتيره قوي عند البنات والستات كلهم. تمام. دايما بيكلموني انا شعري حلو بس هيش قوي، بس مقصف، بس متشابك في بعضه، ايه الحل؟ الله، الحل انه ممكن هتشرفيني اشوف شعرك، هحدد. تمام. نصايحك بقى ساعتها بتبتدي بقى طبعا على حسب نوع كل شعر. انا بحدد ايه لو هو الشعر ناعم. لو الشعر ناعم ومشكلته التشابك او التقصيف او الهيشان، بيبقى جلسه بوتكس او فيلر، وبتاخد مجموعه عنايه بتستخدمها طبعا، فبتبقى الدنيا معاها تمام، ما بتحتاجش ان هي تيجي تعمل حاجه تاني الا بعد سنه اتنين براحتها، لان ادام الاساس عندها حلو. الشعر اساسه ناعم حلو. طبعا اي حد حابب يتواصل مع دكتور عبير، ارقام التليفونات عندكم على الشاشه والفيسبوك موجود برضو، تقدروا تسالوا دكتور عبير، تستقبل رسائلكم ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور عبير، ايه هي الحاجات المميزه عند دكتور عبير؟ يعني انا دلوقتي رايحه عندك، جايه عندك، انا ايه اللي بيميز بقى عن اي صالون تاني او عن اي دكتور تاني انا ممكن اروح له؟ يعني ايه اللي بقى بيميز دكتور عبير؟ الجوده، السعر طبعا، اتقاني في شغلي، ان انا حباه. تمام. فعلشان حباه بطلع شغل ممتاز. انا عايزاكي تفسريه كل حاجه، يعني عشان الناس النهارده تستفيد اكبر استفاده من دكتوره عبير. نورانا بجد، يعني النهارده حقيقي نوري، وانا عايزه بجد والله الناس كلها تستفيد، لان فعلا دي حاجه المشاكل دي من مشكله يعني اساسيه قوي ومهمه جدا ان احنا فعلا ان احنا نتكلم فيها. طبعا. فانا النهارده مش عايزه بقى اسيب دكتور عبير الا لما تقول لنا كل حاجه، والناس تستفيد النهارده ان شاء الله معاكي. فانا عايزاكي اي حاجه نفسرها مع بعض، وبرضه انا عايزاكي برضه من الحاجات اللي انا عايزاها مهمه جدا نصايحك، نصايحي لكل بنت تعمل ايه، بس اكيد في الاخر، بس اهم حاجه الاول عايزين نفسر الكلام اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، والنصايح طبعا هنقولها ايه في الاخر براحه كده. اوكي ماشي. احنا كنا بنتكلم ان المميزات اللي عند دكتور عبير. لاني اللي بيجي والله عميله جت عملت عندي، الاقيها اتكلم مع واحده صاحبتها، انا رحت عند عملت عمل عند عبير، هما بيقولوا لي يا بيرو. تمام. عملت شعر عند بيرو، دي بنوته لذيذه، دي دمها خفيف، القعده عندها مش وحشه، شغلها حلو. لا ده شعري اختلف، شكلي اختلف. تمام. لا شغلها حلو. يعني مميزات اللي هي العاديه يعني. يعني مثلا بتقدمي لاي عميل مثلا حاجه مميزه لاول مره مثلا بيكون موجود معاكي، ايه يعني برضو عايزين يبقى في اختلاف فعلا، بيبقى مثلا يعني بيبقى في رعايه منك شويه، انه انا بهتم مثلا بالعميل اللي بيجي لي بعد ما بيعمل الجلسه، انا ببتدي مثلا اكون بتواصل معاه. بعد الجلسه طبعا بتابع معاها. طيب بتابع معاها اول شهر اول شهرين. طيب. بتصل بيها وبتابعها كل شويه. طيب احنا دكتور عبير هنكمل كلامنا ان شاء الله ونصايحنا بعد فاصل صغير، ونرجع لكم تاني، استنوا. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية، ومكملين معاكم مع شيفتنا الجميله. اهلا اهلا. قول لنا بقى يا شيف بقى مكونات الاكل اللي ريحته حلوه دي، خلاص جوعتينا، ما ينفعش كده. لحمه مفرومه، اولا بصل وثوم. أيوة. بنعصر لحمه عادي. تمام. وبنحط معاه فلفل الوان، كل الالوان. حلو. احمر واصفر واخضر وبسله. حلو قوي. وطماطم. فانت متخيله بقى كميه الفيتامينز والحاجات دي كلها. اكيد هايله يعني. ومعاها رز. هي الطريقه دي بتتعمل بكذا، يعني نفس المكونات بتتعمل بكذا طريقه. فانا النهارده هعمل لكم بطريقتين، وان شاء الله باذن الله نبقى نعمل الطرق الثانيه. ومعاها رز ابيض. رز ابيض خالص. خالص. بتحطي بقى ممكن اللي بيحب يعني يحط فوقيها جبنه رومي، جبنه بارميزان. على حسب الاذواق. جبنه رومي علشان ايه؟ تبقى مناسبه لكل. مناسبه لكل. تمام. وبتعمل برز بسمتي ورز ابيض. يعني تنفع الاثنين. برضه عاملاها برز ابيض. تمام. شفتنا بقى هنسيبك. اتفضلي. تمام. كملنا اكلنا الحلو ده. اتفضلي حضرتك. وهنرجع تاني نكمل مع استاذ عبير. نورانا تاني دكتور عبير، دكتورتي جميلة منورانا. أهلا. طبعا نرجع تاني لسؤالنا اللي قبل الفاصل، مميزات بقى الحاجات اللي بتميز او الموجودة عند الدكتور عبير وعن غيرها. الكورسات
والورش اللي عمل حضرتها طبعا، لاني اخدت كورسات كتير وحضرت ورش كتير، فده تمام. بيميزني طبعا، ان كله بيجي واثق ان دي متخصصة بروفيشنال واخدة شهادات، يبقى هي فاهمة في مجالها تمام بس. بس كده. بس كده. معانا فيديو، الله ينور يا شيف. انا مستعجله قوي. ها ندول الاكل الحلو ده، ده بيقول لنا النهارده بصي كلهم عايزين طمعانين في الاكل. يا حبيبتي يا الف هنا ان شاء الله. زي ما احنا شايفين اعزائي المشاهدين، معانا فيديو كده. معانا الدكتور عبير، محتاجين بس حضرتك تكلمينا كده عن الفيديو ده. تمام. هو ده كده الشعر ناشف، نضيف، تمام. ما فيهوش اي دهون، اي كريمات، اي زيوت. كده احنا بنحط المادة على الشعر وبنسيبها وقت معين، تمام، بنحدده بناء على الشعراية نفسها، نوعية الشعراية نفسها. حلو. تمام. كده احنا بعد الخطوة دي هنكبس. عدد الكبسات طبعا بتتوقف على نوعية الشعراية، تمام، طبعا بتبقى ليها عدد معين، حلو، ولا بنزيد ولا بنقل. ويعني دكتورة عبير بنغسله في يوميها، يعني احنا يوم لا قبلها انا بنعمل. بغسله لها كمان، انا يعني انا سمعت هشرح اصلا لحضرتك حاجات. دلوقتي، هو هيجي وهو مغسول كمان ما كده. يعني ما ينفعش نطول عليه يعني لا قصدك. ليه لا، بقى؟ هي خلاص كده احنا خلاص كبسناه، خلصنا الشغل فبيتغسل، بغسله. يعني ايه، يعني ايه لو طولت مثلا شويه ايه اللي ممكن يضر في كده؟ يعني لا ليه احنا بنغسل؟ بنقعد نص ساعة بالظبط على يعني نص الشعر ساعه دي يهدى. كافيه بالنسبه الشعر لي. بيهدى وفروة الراس من الحرارة طبعا والبيبي ليس، فبيكون الشعر هدي، فبنبدأ نغسله. دكتور. نغسله ليه؟ لأني أنا هي تبقى ماشية واثقة إن شعرها خلاص. دكتورة عبير، حضرتك شايفة في نفسك فين السنوات الجاية؟ يعني بتفكري في ايه بقى خلال السنين الجاية دي؟ أطور من نفسي أكتر وأكتر، وأحضر كورسات أكتر وأكتر، وورش حلو. عمل، وأطور من نفسي، وبتابع الجديد طبعا. الماتيريال بينزل كل فترة، بينزل ماتيريال جديد، فلازم أتابع طبعا وأطور من نفسي في الماتيريال طبعا والكورسات والورش. أكيد طبعا. اي حد طبعا عايز يتواصل مع الدكتور عبير، الارقام على الشاشه والفيسبوك طبعا موجود. نشكرك يا دكتور جدا معانا. شكرا. شكرا ليكي يا حبيبتي. وان شاء الله باذن الله حلقات كتيره مع بعض وتنورينا باذن الله تاني. ان شاء الله. وهنطلع فاصل تاني، استنونا.